كم مرة نسيت أين وضعت هاتفك في المنزل أو وين مفتاح سيارتك أو إن كنت قد أغلقت الباب أم لا أو حتى كنت تتحدث في موضوع وفجأة نسيت أسماء الأشخاص من حولك؟ كلها أمور عادية تحدث لدى الكثيرين في الحياة اليومية، لكن الواضح مشاهدينا أن الظاهرة في ازدياد، والسؤال هل يعد هذا النسيان هو نوع من أنواع الألزايمر؟ أطباء دماغ وأعصاب وفق تقرير مطول لصحيفة الإمارات اليوم قالوا أنهم محاصرون بعدد ضخم من الزيارات من قبل الشباب. ببساطة شباب كثيرون خائفون من إصابتهم بالمرض. هؤلاء الأطباء توقعوا تزايد عدد المصابين بالألزايمر اعتباراً من عمر 65 عاماً. لكن لا تقلق عزيزي الشاب، هذه الأعراض التي لديك تسمى الخرف الكاذب وفق الأطباء. ضروري أن نكون صريحين لأنه في شيء غلط. الكل بيسأل سؤال واحد، شو العلاقة ما بين كورونا وهذا النسيان؟ هل اليوم لما أخذنا اللقاحات لكورونا هي السبب بأنه قاعد خلينا ننسى باعتباري أنا لسه شاب؟ لا طبعا، يا ما في ربط بين مطعوم الكورونا والنسيان. صارت شماعة؟ طبعا لا، ما في أي علاقة بيناتهم بشكل رسمي، يعني ما في دراسات تثبت بأنه في علاقة، ولكن هل يمكن أن يكون في علاقة ما بين أي لقاح وما بين تدهور الأنشطة الدماغية للإنسان؟ نعم صحيح. هلا مرض الكورونا أو لقاحات مرض الكورونا قد تسرع من بعض أعراض مرضى الخرف. يعني اللي بيكون عنده خرف أو بيكون بداية الخرف، وجود كورونا، وجود الالتهابات أو وجود المطاعيم مع اللي بيصير منها إنه قد تزيد أعراض الخرف وأعراضه جميعها. طيب يعني دكتور، اليوم واحدة من أعراض اللقاح حينما يعني أخذنا كان على الأقل كنت في حالة غير طبيعية، أنه هذا مطعوم جديد دخل على الجسم، ربما يعني عدم التركيز، وهو ما دفع الناس إلى تفكر أنه قد يكون بسبب هذه اللقاحات هي ما سببت اليوم الخرف الكاذب. هلا الخرف الكاذب أو السودو ديمنشيا هي طبعا شفناها كتير حالات هلا جديدة صارت تيجي على العيادات عنا، خصوصا تحت سن الخمسين. تحت سن الخمسين ما كنا نشوف بهذه العيادات عنا مرضى بيجوا يحكوا لنا احنا بلشنا ننسى، احنا صرنا ما في تركيز، الوظائف اللي كنا نسويها صارت تاخذ معنا وقت اطول، صار الكل يذكرنا. هاي باخر سنتين ثلاثه شهدت زياده ملحوظه عنا حتى في العيادات عنا. ليش؟ ولكن يعني الخرف الخرف الكاذب طبعا في أسباب كثيرة هي طبعاً لهذه الشغلات. هلأ الخرف الكاذب، عشان نحكي على الخرف الكاذب أو السودو ديمنشيا، هي أعراض تحاكي أو تشابه الخرف الحقيقي ولكن مع فروقات. طبعاً العوارض أو الأهم الأسباب للخرف الكاذب الضغط النفسي، الاكتئاب، التوتر، القلق، الوسواس القهري، الوسواس المرضي، الوسواس النظافي، كل هاي الأعراض قد تؤدي إلى أعراض الخرف الكاذب، من نقصان بالذاكرة، من نقصان بالتركيز، من عدم القدرة على القيام بالوظائف.